أرحب بكم مشاهدينا في برنامج الصحة أولاً من فرانس 24. في حلقة اليوم نستضيف دكتور نوال العالم لفتح الملف التالي: ما هو النظام الغذائي المثالي بعد سن الخمسين؟ في هذه الحلقة تشاهدون أيضاً روبورتاجاً عن دراسة طبية حديثة تشير إلى أن الكركم يمنع العدوى الفيروسية، ومن ثم ستجيب الدكتورة نوال العالم عن أسئلتكم التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. أرحب بك دكتورة نوال العالم، تحياتي لك وشكرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية من فرانس 24. في البداية نود أن نعرف ما هي التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على الجسم في سن الخمسين؟ تفضلي. أهلا بكم وأهلا بك أختي سنتا. طبعا كتير الواحد بحب يشارك في توعية أكيد، فشكرا على جهودكم وعلى جهود الجميع. شكرا لك. الله يسلمك. التغيرات اللي بتحصل فوق سن الخمسين تختلف من شخص لآخر، بيأثر عليها الوراثة بنسبة بسيطة صراحة، الواحد ما يعتمد مركز كتير على الوراثة. العادات الغذائية اللي الإنسان بيتبعها إضافة لطريقته مثلا لياقته، لياقة البدن، اللياقة البدنية، كيف طريقة تعامله مع التوتر، الدعم الاجتماعي اللي بيكون محيط فيه، وكمان إذا كان عنده عادات معينة مثل مثلا تدخين، بعض العادات السهر الزايد، هاي كله بيأثر على تغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل للإنسان. هلأ الكتلة العضل بتضعف، وبعد ما نوصل عمر 40 بيبدأ كل 10 سنين 10% بتضعف، إضافة ل إنه شغلات تانية إلها علاقة بضعف كتلة العضل. شكرا لك دكتورة نوال على هذه المقدمة، سمحت لنا بفهم القليل من ملف اليوم الطبي. ننتقل الآن إلى هذه الدراسة الطبية الحديثة التي أشار فيها الباحثون إلى أن مركب الكركمين الموجود في الكركم له عدد من التأثيرات البيولوجية المهمة، بما في ذلك الأنشطة المضادة للورم والالتهابات وللبكتيريا. كل التفاصيل في هذا التقرير، تعالوا نشاهد. الدراسة التي نشرت في مجلة جنرال بيرولوجي أظهرت أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم يمكن أن تقي من فيروس التهاب المعدة والأمعاء، كما أثبتت أيضاً أن مادة الكركمين تمنع تكاثر بعض أنواع الفيروسات، بما في ذلك فيروس حمى الضنك وفيروس التهاب الكبد، وأن لها خصائص مضادة للورم وللالتهابات وللبكتيريا. وفقا للباحثين المشاركين في الدراسة، تم اختيار الكركم لهذا البحث بسبب آثاره الجانبية المنخفضة. هذا وكانت دراسة طبية سابقة قد كشفت أن مادة الكركمين قد تمكن من علاج ملايين الأشخاص الذين يعانون من مرض المياه الزرقاء الناجم عن ارتفاع الضغط في العين، والذي يؤدي إلى فقدان البصر، إذ يسعى العلماء إلى تطوير علاج لاستخدام الكركم على شكل قطرات في العين للحيلولة دون فقدان البصر، ويتوقعون أن تكون قدرة هذه القطرات على التحلل أفضل بأربعمائة ألف مرة مقارنة بأقراص الدواء العادية. ما رأيك دكتورة نوال العالم بهذه الدراسة، وهل تنصحين بإدخال الكركم إلى نظامنا الغذائي بعد سن الخمسين؟ تفضلي. الدراسة أجريت على مادة الكركمين، وهي الموجودة في جذر الكركم، جذر نبات الكركم، يعني نسبة 3% لازم تكون نسبة عالية، بمعنى أنه إضافتنا لبهار الكركم للغذاء ما بنحصل فيه على الفائدة اللي المرجوة اللي المفروض أنه إحنا نحصل عليها حسب متوقع. هلا استخدامنا لجذور الكركم وغليها مثلا وإضافتها للطعام أو مثلا حليب نباتي أو شيء، بتساعد على يعني بتزود فيها مضادات أكسدة وفيها مضادات فيروسات وهكذا، بس يفضل هاي الشغلات إنه ما نركز على نوع واحد، مثلا مش كل يوم نشرب الكركم بصورة متواصلة، يعني مرة كركم مرة زنجبيل مرة، نستفيد من كل الشغلات، مرة زعتر مرة مرمية، من الأعشاب كثيرة. لا يفضل إنها، خاصة إنه إلها شوية آثار جانبية على المدى الطويل، ممكن تسوي تميع في الدم، فالناس اللي بياخدوا أسبرين مثلا مش مفروض يخلطوا ياخدوا كثير من الكركم، نكون بحذر. أكيد تناوله
بسن الخمسين أو بعد سن الخمسين حتى قبل لا بأس به بتقنن أو بوعي. نعم، إذن التوازن في غذائنا نعم. مطلوب دائما. هل تتباطأ عملية الأيض فعلا عندما نصل إلى سن الخمسين كما نسمع؟ في جسمنا في تريليونات من الخلايا، بيموت منها ملايين كل يوم وبيعيش منها ملايين. كل ما الواحد عمره زاد كل ما هاي النسبة بتتقل، يعني الشباب بيكون نسبة البناء قد نسبة الهدم بالخلايا، بس لما يوصل الواحد لعمر عالي 40 فوق 40 50 بتصير نسبة الهدم أعلى من نسبة البناء. فمنحاول إحنا بقدر الإمكان إنه نركز على الشغلات اللي بتبني ونقلل الشغلات اللي بتهدم. إحنا قلنا كتلة العضل بتقل، وبالتالي لما تقل كتلة العضل زي ما قلنا 10% كل 10 سنوات بيقل معها الأيض، تتباطأ الأيض. الإنسان ممكن كمان يكون عنده شغلات أخرى مثل سوء تغذية، مثل مثلا قاعدة طول الوقت بسبب أحيانا يكون في أمراض مصاحبة، آلام في ركب، شغلات مزعجة ما بتخليه يتحرك كتير، فهذا بيؤدي طبعا كله إلى تباطؤ الأيض أكيد. ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في سن الخمسين دكتورة نوال؟ أكيد قلة الحركة، أكيد نوعية الغذاء، إذا الإنسان في أكله تركيزه كان أكثر على المواد المصنعة والمكررة والمعلبات والشغلات اللي هي مثل مثلا كل ما هو مكرر. نعم، مكرر مصنع مهدرج، الزيوت كمان، الزيوت كتير بتأثر بتسبب إضافة الزيوت للطعام، يفضل أن نأخذ الدهون من مصادرها. تناول الإكثار من العصائر، الإكثار من المشروبات اللي هي فيها سكريات وحلويات، هذه كلياته بيؤدي إلى السمنة. أي نظام غذائي إذن تنصحين أنت به كل من وصل إلى سن الخمسين، وهل هو نفسه عند المرأة وعند الرجل؟ يعني شوف، إحنا قلنا أنه الخلايا نسبة بناء الخلايا بتقل ونسبة الهدم بتزيد، نحاول بقدر الإمكان إحنا نزود نقلل قد ما نقدر نسبة الهدم، يعني بتصير نقربها من نسبة البناء. وفي ناس كتير على فكرة بعد ما يوصل لعمر كبير بيصيروا حتى شباب، بيبينوا شباب كتير، والسبب إنه هم اهتموا بصحتهم، يمكن كان لما كانوا شباب ومراهقين ما كانوا مهتمين لا بغذائهم ولا بصحتهم، لما يبدوا يهتموا بصحتهم بيبينوا حتى أصغر. فالغذاء نحاول بقدر الإمكان نبعد عن كل شيء المواد الفاقدة المغذيات زي ما قلنا المعلبات والمصنعات، ونكثر من المواد اللي هي محتوية على الكثير من مضادات الأكسدة والأوميجا 3 مثل البذور، برضو مكسرات مثل سالمون، مثل أفوكادو، وكل الفيتامينات والخضروات طبعا، ونخفف كثير من المسممات. أنا بسميها هيك مسممات ومسمنات ومؤكسدات اللي هي الحلويات والشغلات اللي هي يعني مضاف لها سكر كثير، ونستبدلها بمضادات الأكسدة، يعني هي مؤكسدات، السكريات مؤكسدات، فمنضيف بدلها، نعطي بدلها مضادات الأكسدة اللي هي الفواكه والخضروات الطازجة بكثرة. إضافة لذلك كمان منشيل، نحاول نقلل جدا الشغلات اللي هي اللي ناقصة، الغذاء الناقص اللي هو ما في ألياف، مثل مثلا رز أبيض، خبز أبيض، شغلات مأيومة ألياف، البقول مأيوف مشولة ألياف منها، وبنستبدلها بالغذاء الكامل، الرز الكامل، القمح الكامل، منتجات الخبز الأسمر، المكرونة من القمح الكامل وليس من المقشور واللي رايح المغذيات. بنضيف كمان البروتينات، نحاول نركز على البروتينات ومع الرياضة والكالسيوم مع الرياضة، لأنه إحنا لو ما تحركنا وأكلنا بروتينات فبنفقد الكالسيوم برضو، ونركز على فيتامين دال بالغذاء وكمان بالتعرض، وكمان بنركز على البي 12، بنضلنا دائما نحاول نركز عليه، كل هاي الأشياء بعد سن 50. هلأ الفرق بين الرجل والمرأة هو بعد 50، بعد اختفاء، بعد حصول انقطاع الطمث، انقطاع، نعم، بعد انقطاع الطمث ما بيكون في فرق كتير، بسيط بسيط جدا، اثنين نفس الشيء بيحاولوا انه يهتموا بغذائهم ويركزوا على الشغلات نفس النظام الغذائي. إذن نعم. ننتقل الآن إلى أسئلة مشاهدين الذين كتبوا إلينا على صفحة الصحة أولا على الفيسبوك. هديل من البحرين تسألك: ما هي أفضل طريقة للتخلص من مشكلة احتباس السوائل في الجسم؟
احتباس السوائل لازم أول شيء نشيك على الكلى تكون بصحة جيدة، الكلى تكون عملها وظائفها مظبوطة، القلب كمان والأوعية الدموية يكونوا كلهم مظبوطين. إذا كان هاي الشغلات هاي كلها أوكي، نحاول نبتعد عن في شغلات معينة، مثل مثلا نبعد عن الملح، وذلك بالابتعاد عن كل شيء مصنع ومعلب، لأنه دائما واللحوم اللي هي مثل ما تدل وهدول كلهم بيكون فيهم الملح زائد، ونستبدل الملح بإعداد طعامنا بالملح، نستبدل ملح الطاولة بالملح الصخري أو الملح البحري، لأنه بيحتوي على كثير من المغذيات مقارنة بالملح الطاولة اللي بس فيه صوديوم كلورايد. إضافة لذلك نتناول أطعمة بتساعد على تقلل الصوديوم في الأكل، منقلل الملح إحنا ومنزود المغنيسيوم ومنزود البوتاسيوم، البوتاسيوم بالموز والأفوكادو والمغنيسيوم بالأوراق الخضراء. شكراً. عبد الحفيظ من السودان يسألك: أعاني من مشكلة زيادة الوزن، خفضت عدد الوجبات في اليوم من 3 وجبات إلى 2، ومع ذلك ما زال وزني يزداد، ما الحل؟ هعطيكم نظام غذائي يستفيد منه الجميع. على الإفطار نتناول فواكه مع بذور ومكسرات منوعة، ممكن بعد هيك نتناول بيض أو بقول، كمية بسيطة جدا من الخبز الأسمر، بس كمية كبيرة من الخضار. على الغداء نتناول كمية من الخضار، كمية جيدة من الخضار، زائد قطعة لحم أو دجاج أو سمك. إذا هنأكل بقول ممكن نضيف معها الرز. نشرب كمية من الماء فترة الصبح وكمان فترة الظهر. نيجي على المساء على بعد الغداء بساعتين ناكل فاكهة، وعلى الساعة 6 ناكل خضار وممكن قطعة بسيطة من دجاج يعني لحم أبيض يعني، وبعد ذلك ما نتناول ولا شيء ونقلل الماء حتى عشان 3 ساعات قبل النوم تكون المعدة فاضية، وهيك بنضمن إنه. شكرا جزيلا دكتورة نوال العالم، أنا أكيدة أنه الكل سيستفيد من هذا النظام الغذائي المثالي ليوم واحد. شكرا لكم أيضا مشاهدين على متابعتكم لحلقة اليوم وعلى تفاعلكم الدائم مع برنامجنا. تستطيعون التواصل معنا دائما من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة أولا، أو على حسابي على الإنستغرام. نعود إليكم مع حلقة جديدة، دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء.